وللمزيد حول مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وتداعيات مقتله على الداخل الإيراني وعلى المنطقة، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن المتخصص بالشأن الإيراني السيد محمد المدحجي، وعبر سكايب كذلك من لندن الكاتب والإعلامي العراقي السيد عبد المنعم الأعسم. مرحبا بكما معي. أبدأ معك سيد الأعسم، بعدما يقرب من 11 ساعة أو 11 ساعة من البحث والتقصي والاستعانة بمسيرة تركية، جرى العثور على المروحية التي سقطت بالرئيس الإيراني وبعض مرافقيه ومساعديه، وهذا حدث يعني كبير في الحقيقة على هذه الدولة، فبماذا يمكن وصف هذا المشهد بعد انقضاء كل هذه المدة والعثور على بعض الجثامين وكذلك الإعلان رسميا عن الوفاة؟ نعم، شكرا جزيلا. في الحقيقة على المستوى الإيراني كان بمثابة كابوس سياسي هز جميع مفاصل الحياة الإيرانية السياسية والمحلية والاجتماعية، وعلى مستوى العالم كان صدمة كبيرة. ولكن بعد كل ما جرى وبعد مرور حوالي 12 ساعة من البحث والمحاولات والتهيئة والمساهمات التركية والروسية والآذارية كلها، بعد كل الذي حدث الآن بدأت القيادة الإيرانية تتعامل مع الموضوع كما لو أنه قضاء وقدرا، بخلاف جميع الأسئلة والتصورات التي تحيط الحادث، وحتى تتجنب الإعلان عن تشكيل هيئة تحقيق فيما حدث. هذا الحقيقة يثير الكثير من الأسئلة، وأعتقد أن الرأي العام الإيراني الآن حائر، وهناك مزيد من التقارير التي تؤكد على حيرة الرأي العام الإيراني بأن ما حدث لربما يكون وراءه فاعل، يعني فاعل أو جريمة أو محاولة أو مجموعة من الطامحين بالسلطة. نعم سيد محمد، يعني هذا احتمال من احتمالين، واحتمال آخر طبعا هو الإهمال في بعده الإداري في بعده اللوجستي، والذي طبعا تتحدث عن رئيس دولة ويحصل يعني هذا النوع من الحوادث بطائرة قديمة وفي ظروف غامضة، يعني أي الأمرين ترجح بهذه الحالة؟ والسادة المشاهدين الأفاضل، طبعا أنا أرجح أنه تم تصفية إبراهيم رئيسي، وما شاهدناه من المهزلة الإعلامية التي روجت إليها إيران بأنها لم تعثر على الطائرة، هذا من أجل ترتيب البيت الداخلي للإعلان عن وفاة أو مقتل إبراهيم رئيسي، وهذا هو جزء من الصراع الداخلي المحتدم بين أجنحة النظام الإيراني. جزء من هذا الصراع هو حول ملف خلافة خامنئي. إبراهيم رئيسي هو من مرشحي خلافة خامنئي، وبنفس الوقت إبراهيم رئيسي يدعم مجتبى خامنئي نجل خامنئي الثاني ليكون المرشد القادم، بينما الحرس الثوري لا يؤيد مجتبى خامنئي ولا يؤيد إبراهيم رئيسي، لديه مرشح آخر حتى اللحظة لم يكشف عنه، وهناك ملف خلافي آخر فجر هذه الأزمة، وهو ملف كيفية التعامل مع الحرب على غزة. الحرس الثوري كان يريد الدفع بحزب الله بفتح الجبهة الشمالية ضد إسرائيل، لكن خامنئي وإبراهيم رئيسي عارضا الحرس الثوري وقالا أنه لا يمكن الزج بإيران في هذا الملف، وأرسلا حسين أمير عبد اللهيان إلى بيروت والتقى بحسن نصر الله وأقنعه أن لا يدخل في صراع مباشر وفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل من الشمال. وأيضا ملف في السياسة الخارجية ألا وهو ملف الصين، إدارة بايدن سمحت لحكومة رئيسي وغضت الطرف إدارة بايدن عن العقوبات المفروضة عن تصدير النفط الإيراني، وسمحت لحكومة رئيسي بتصدير النفط وتهريب النفط، وجنت هذه الإدارة أكثر من 100 مليار دولار خلال هذه السنوات الثلاث من إدارة بايدن، وهذا لم يكن بدون بديل، والبديل هو أن حكومة رئيسي عطلت دخول إيران إلى مشروع الصيني العملاق حزام وطريق طريق الحرير الجديد، بينما الحرس الثوري يدفع بقوة أن تذهب إيران بالكامل وتضع جميع بيضاتها في سلة الصين، بينما إبراهيم رئيسي وخامنئي يريدان التسني والتأني حتى الانتخابات الأمريكية في شهر نوفمبر، وبعدها يوزعان
العلاقات الخارجية الإيرانية ما بين الولايات المتحدة روسيا والصين. طيب. هذه الملفات أدت إلى تفجير هذه الأزمة، طبعا في صدارتها ملف خلافة خامنئي. نعم سيد عبد المنعم، نبقى في نقطة التحقيق في الحادثة. هل تعتقد بأن الرواية التي صدرت عن الحكومة في طهران وقد يعني أغلقت ملف هذه الحادثة، أم أن تحقيقا داخليا قد يجري وليس بالضرورة أن يتم الإعلان عن فحواه أو عن نتائجه؟ ماذا تعتقد بهذا الشأن في مثل هذه الحوادث الكبيرة؟ نعم، هناك ضغوط كثيرة على القيادة الإيرانية بضرورة إجراء تحقيق في الذي حدث، ويلاحظ أن هذه الضغوط لم تكن فقط من الداخل الإيراني وإنما من أصدقاء إيران، سواء من موسكو أو من سوريا أو من الجماعات المسلحة التي تديرها إيران في المنطقة. كل هذا في الحقيقة لا أعتقد أن القيادة الإيرانية ستهرب من السؤال المهم، وهو لماذا لا يجري تحقيق جدي وشامل وقانوني في سقوط هذه الطائرة، خصوصا أن الكثير من المعطيات تفيد على أن سقوط الطائرة في هذه المنطقة، أن هذه المنطقة أصلا اللي هي الشمال الغربي من إيران تزدحم فيها وتنتشر فيها الجماعات المسلحة، الجماعات التي تملك سلاحا وتملك صواريخ، من الجماعات الآذارية الحدودية، من الجماعات الكردية المسلحة، هناك جماعات بلوشية مسلحة، بالإضافة إلى مجاهدي خلق الذين يتواجدون في هذه المنطقة. فكل المؤشرات تشير إلى أن ينبغي أن يكون هناك البحث فيما إذا سقطت هذه الطائرة بفعل فاعل، أو أنها سقطت من خلال في مجرى الصراع بين أجنحة السلطة والقيادة في إيران، أو أنها سقطت بفعل تدخل خارجي من أمريكا أو إسرائيل، مع أني أستبعد هذا الاحتمال. علينا أن نلاحظ في هذا الجانب التعليقات الإيرانية، تعليقات الصحف والمنافذ الإعلامية الإيرانية المقربة من الحكومة بدأت تفقد الحماس في الدفاع عن سلامة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق في يعني الوصول إلى موقع الطائرة والطريقة التي أدير بها البحث عن مصير هذا من ناحية الرئيس سيد عبد المنعم. هذا من ناحية. الناحية الأخرى سيد محمد، هو أصلا حدوث مثل هذه الحوادث مع رئيس دولة كما تفضل ضيفنا لديها أعداء كثر، تحديات كثيرة، وهذا النوع إنجاز التعبير من الإهمال الإداري واللوجستي، ويعني سواء من حيث استخدام طائرة قديمة، من حيث طبيعة الموكب الذي يعني كان من ثلاث طائرات، طائرتان يعني على ما يبدو وصلتا بسلامة، ولكن طائرة الرئيس حصل ما جرى فيها. كيف يمكن التحقيق أو تأثير هذا المشهد على صورة إيران داخليا وخارجيا؟ هذا التحقيق لن يؤثر على صورة إيران داخليا وخارجيا، لأن ما حصل كان مدبر، يعني نحن نتحدث عن عملية مدبرة وليس عن إخفاق. يعني تخيل حتى ثلاث ساعات بعد الإعلان عن اختفاء طائرة الرئيس لم يسمح لفرق الإنقاذ بالذهاب إلى المنطقة، وهذا ماذا يعني؟ يعني لكل من يتابع هذا له معنى واحد، أنه تمت العملية التصفية وذهبت فرق الذي نفذت العملية التأكد من إنجاز العملية، وبعدها سمحوا لفرق الإنقاذ أن تذهب إلى هناك، وهذا مسجل في الإعلام الإيراني. ثلاث ساعات بعد العملية، بعد الإعلان عن الخبر، قالوها بالتلفزيون أنه لا يزال لم يتم إعطاء التراخيص اللازمة لفرق الإنقاذ لتذهب. يعني في أي نقطة في العالم فرق الإنقاذ تحتاج تراخيص لتذهب أن تنقذ من حياته في خطر؟ يعني هذا الموضوع وما حصل. نقطة أخرى تتعلق بكيفية حماية طائرة الرئيس، يعني في كل العالم ومنها في إيران، وإيران تمتلك بما يكفيه لحماية الرئيس في أدنى تقدير، أنا لا أقول أن إيران لديها قدرات هائلة، لكن لديها بما يكفيها لحماية قادتها.
يعني طائرة الرئيس إن كانت مروحية أو إن كانت طائرة أخرى من طراز مدني مثلا، يتم مرافقتها بمقاتلات مسيرة أو مقاتلات من طراز عالي حتى يتم حماية طائرة الرئيس من أي احتمالية تعرض لصاروخ مدى بعيد، والرادارات والدفاعات الجوية كلها في حالة استنفار عالي لما الرئيس يصل إلى مقصده. هذا في كل العالم، هذه إجراءات روتينية. يعني لما يقولون لنا أننا 10 ساعات أو 12 ساعة لا نعلم أين الطائرة، هذا يثير للسخرية. الطائرة ترافق، يعني هذا مستحيل. طائرة رئيس لا يتم مرافقتها من طائرات دون طيار وطائرات مقاتلة أخرى. فهذه الرواية رواية كذبة نهائيا للتغطية على العملية التصفية، لها علاقة بصراع الأجنحة. واحتاجوا 12 ساعة حتى يرتبوا البيت الداخلي إلى ما بعد رئيسي، إلى وفاة رئيسي. وهذا يظهر، هذه 12 ساعة تظهر أن إيران مقبلة على هزات كبيرة. تصفية عبد اللهيان خاصة وإبراهيم رئيسي لن تمر مرور الكرام، سنشهد المزيد من الدماء في إيران، وسيدفعها الحرس الثوري. الحرس الثوري متورط في تصفية هؤلاء الرجال بسبب صراعاتهم. يعني العقل العربي في موضوع الأمور المتعلقة، نعم بسرعة تفضل. العقل العربي يأخذ إيران دولة صلبة لدي كل التيارات متفقة، هذا غير صحيح. إيران متفقة على ملف العراق، في إيران متفقون على سوريا، على لبنان، لكنهم ليسوا متفقون على ملف روسيا، ليسوا متفقون على ملف الصين ولا الولايات المتحدة ولا ملف خلافة خامنئي ولا ملف الرئاسة. هم متفقون ضد العرب، هذا لا غبار عليه، لكن هناك خلافات حادة في إيران بمستوى الدماء كما شاهدناها الآن. تصفية الرئيس الإيراني وكذلك تصفية قاسم سليماني تمت بإعطاء إحداثيات من داخل إيران للولايات المتحدة، لأن قاسم سليماني كان يحضر للترشيح للانتخابات الرئاسية التي الآن رئيسي كان رئيسا فيها، إبراهيم رئيسي. فهذه الصراعات موجودة في إيران على مستوى الدماء. نعم. طيب سيد عبد المنعم، بالنظر حتى ننتهي من هذه النقطة إلى مجريات ما حصل، أثير سؤال مؤخرا بأنه إيران التي تسعى إلى امتلاك القنبلة النووية وتتفاوض مع الغرب من أجل ذلك، ولديها مساعي علمية كبيرة وقطعت أشواطا سابقا في هذا المجال، أليس بإمكانها أن تطور بعض وسائل النقل الخاصة بالمسؤولين الكبار بالرؤساء؟ أليس بإمكانها أن تطور تكنولوجيا أسوة بدول أخرى؟ صحيح أنها محاصرة، لكن هل يكفي ذلك لإقناع الناس بأنها لا تستطيع تطوير هذه الأشياء، وخاصة في موضوع كما تفضل أستاذ محمد، يعني مرافقة الطائرة مثلا أو تطوير الطائرة ذاتها أو الحصول على طائرة مطورة؟ دعني أؤكد على أني لا أملك أحكاما نهائية فيما يقال عن وجود وجود مؤامرة أو وجود عملية. يعني الآن بانتظار مزيد من المعطيات للتأكيد على ذلك. هذه قضية يعني لا أستبق الأحداث وليس من مصلحة المحلل أن يستبق الأحداث ويؤكد ما لم يجري تأكيده بشكل قطعي. الآن نحن هناك تجميع للمعلومات وتجميع للمؤشرات وتجميع للخلفيات التي حدثت في إيران. نستطيع أن نقول السؤال كبير، وعلى القيادة الإيرانية تواجه هذا السؤال بالإجابة بتحقيق حر وحيادي. نعم. واحترافي. هذا أولا. ثانيا فيما يتعلق بالقوة يعني بالقوة التكنولوجية الإيرانية، إيران نعم تملك في بعض جوانب التقنية العسكرية، يعني صناعة للأسلحة، هناك تصنع طائرات مسيرة، تصنع صواريخ محدودة المدى، تصنع أسلحة للقتال في الشوارع بشكل غزير، ولكن الأسلحة الاستراتيجية هي بعيدة عنها. هناك حرمت من قطع غيار لسلاح المحلي الذي هو أمريكي ومصدره أمريكا، فأمريكا حرمت إيران من هذا من قطع الغيار، بالإضافة إلى هناك يعني أجزاء كثيرة من السلاح هي محرومة منها، مثل
النواظير الليلية الاستراتيجية، ولهذا الخرائط التي تعتمد على الأقمار الصناعية، كل هذه الأشياء إيران محرومة من عليها. لا نستطيع أن نقول أن إيران تملك كل هذا وهي كانت مقصرة في استخدام هذه الإمكانيات. نعم. الآن نحن علينا أن نفتح ملف آخر، وهو المهم أن إيران الآن تضع يدها على البرنامج النووي. أنا من المحللين الذين يعتقدون أن إيران ستتوقف جزئياً عن المضي في البرنامج النووي بانتظار إشارات من الجانب الأمريكي، وأنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية إدارة بايدن ستبعث رسائل حسن ظن إلى إيران من أجل فتح باب باب الحوار المجدد حول البرنامج النووي، خصوصا أن بايدن يواجه انتخابات معقدة وصعبة. نعم. بصدد الاستفادة من هذه الفرصة. دعني أبقى معك سيد عبد المنعم. نعم. أبقى معك وباختصار رجاء فيما يتعلق بموقف العراق من هذه الحادثة، إعلان الحداد و اعتبار طبعا ما جاء على لسان العديد من قادة الميليشيات، اعتبار مقتل رئيسي خسارة كبيرة للعراق، برأيك كيف يمكن تقييم المسألة لو سمحت؟ السؤال لي. نعم نعم لكم لكم. نعم السؤال لي. نعم أستاذ عبد المنعم السؤال لكم. ايه نعم نعم نعم. هذا سؤال وارد في الحقيقة. الآن هناك كما أرى وكما تتسرب المعلومات، هناك نوع من الاضطراب في صفوف الميليشيات التابعة لإيران، الميليشيات العراقية التابعة لإيران. هناك أخبار أو شائعات تحيط أن إيران مقبلة على قطع أو التضييق على هذه الجماعات، التضييق على المساعدات التي توجهها، وهذه مجرد شائعات وكلام ومخاوف في الحقيقة. لربما هذه المخاوف لها ما يبررها في الوقت الحاضر، ذلك لأن إيران بصدد أن تلملم وضعها الداخلي قبل أن تهتم بالساحات الأخرى. لربما هذا أيضا يقلل مساهمتها في الساحات الأخرى، في الساحة اللبنانية، لربما في الساحة اليمنية، هذا كله ستتأثر هذه الساحات. أولا لأن الإمكانيات الإيرانية ستتصدع، ثانيا أن الطبقة السياسية الإيرانية والقيادة الإيرانية ستنشغل في موضوع البيت الداخلي بالتهيئة للانتخابات، بالتحضير للبدائل عن في الرئاسة وفي الوزارات وفي الحكومة. كل هذا على ذكر إيران. نعم. عن الساحات. نعم. السيد محمد المدحجي، على ذكر البيت الداخلي وإجراءات ما بعد مقتل رئيسي وهذه السلاسة التي يسميها البعض في انتقال السلطة، يعتقد بأن إيران تتميز في هذه النقطة، كيف تنظر إليها؟ إيران كانت تتميز بذلك، لكن بعد تصفية قاسم سليماني والتي كانت هذه التصفية بتعاون داخلي من إيران، والآن تصفية إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته المؤثر، أنا أقولها مرة أخرى، هذا الاغتيال لن يمر مرور الكرام، وجماعة إبراهيم رئيسي وحسين عبد الله سيردان بقوة وبالدم على من قاموا بتنفيذ هذه العملية، أي قادة الحرس الثوري الحاليين. وأنا أتوقع أننا سنشهد المزيد من الاغتيالات بحق قادة الحرس الثوري بالتعاون من داخل إيران وبإعطاء إحداثيات من داخل إيران حتى يتم اغتيالهم، ولو إن كان في طهران، وطبعا حصل في طهران، والولايات المتحدة اغتالت القائد الأكبر للقوة الصاروخية الإيرانية الجنرال مقدم في قلب طهران قبل 5 أو 6 سنوات. فالموضوع لن يكون بهذه السلاسة، ومن يروج من جماعة محور المقاولة وهؤلاء لتسلية أنفسهم أن إيران قوية. إيران ليست قوية لأن الصراع الآن وصل إلى العظم، وتعيين خليفة خامنئي لن يكون انتقالا سلسا، والآن راح ضحيتها حسين شاهرودي الذي كان رئيس السلطة القضائية، تم تسميمه وتوفى وكان المرشح الأوفر حظا ليتصدى ليكون نائبا لخامنئي، والآن رأينا حذف هاشمي رفسنجاني وإغراقه في المسبح وتصفيته، وحذف جواد لاريجاني
كان رئيس السلطة القضائية تم فضح ملفات فساد ضده وخرج عن المشهد، والآن إبراهيم رئيسي أيضا من مرشحي خلافة خامنئي تم تصفيته بهذا الشكل، وقد نشهد تصفيات أخرى لكل من يكون مرشحا لخلافة خامنئي بسبب هذه الصراعات في إيران. نعم، أشكرك سيد محمد المدحجي وسيد عبد المنعم الآسم، كنتما معي عبر سكايب، شكرا لكما.